هي زيارة الثامنة لوزراء حكومة الكاظمي لمحافظة ذي قار، إذ استقبلت المدينة الصناعية الغير مفعلة منذ أكثر من 5 سنوات وزير الصناعة، إذ وعد بتشغيلها في إعداد المرحلة الأولى والتي ستشغل 5000 من الأيدي العاملة. من المتوقع أن تستوعب أكثر من 5000 فرصة عمل المرحلة الأولى، نعم مباشرة، وهناك يعني مهن ووظائف غير مباشرة مرتبطة بالمدينة، أتوقع أن تحرك القطاع الاقتصادي العام في المحافظة، وكلنا أمل بهمة السادة المسؤولين في وزارة الصناعة، ونحن ككادر إدارة محلية نتعاون معا من أجل افتتاحها بأقرب وقت إن شاء الله. قار لزيارة المصانع والمعامل والمدينة الصناعية أيضا المقرر الانتهاء منها قريبا إن شاء الله لمحافظة ذي قار، ومحاولة حلحلة الكثير من المشاكل الخاصة في القطاع الصناعي لهذه المدينة والمحافظة. اتفقنا على عدة مشتركات في هذه الجولة، كان أهمها هو تذليل العقبات والصعاب من أجل استكمال المدينة الصناعية بأسرع وقت ممكن، وتقديمها إلى المستثمرين وإلى الصناعيين لغرض إنشاء الصناعات بسرعة كبيرة لتخدم المدينة اقتصاديا واجتماعيا، وأيضا لتوفير فرص عمل كبيرة وأيدي عاملة تخدم هذه المدينة. تشغيل البطالة واستقطاب شركات أجنبية وعود تتكرر على مسامع المواطنين، إذ تمنى الأهالي بتنفيذ تلك الوعود في محافظتهم التي تغص بالعاطلين، فيما استبشرت الإدارة المحلية الجديدة لذي قار ووعود الوزارة متعهدين بتذليل العقبات. افتتاح المدينة الصناعية، احنا طبعا هذا الموضوع كله زين بالنسبة للناصرية، لكن انت تعرف عندنا عاطلين آلاف الشباب، يا ريت تكون هذا عملية الافتتاح والاستثمار بشكل جدي، مو شغلة إعلامية، يومية جاي وزير، يومية جاي مدير عام، وبالتالي ما شفنا طيلة السنوات الماضية اللي هي وصلت تقريبا أكثر من 10 سنوات هذا إنشاء هذا المشروع، لكن لحد الآن ما في على أرض الواقع. هي زيارة العاشرة للوزراء ما بعد عام 2003 لهذه المعامل التي تنتظر بصيص أمل لتطويرها وارفع انتاجيتها. لقناة تغييرها بالخفاجي الناصريه.